منير نعرف سر تفوقك ونجاحك على ساحة الغنائية العربية من البداية. من البداية أنا يعني كان عندي حلم خاص إن أنا أقدم موسيقى للجنوب المصري، خصوصا إن كان في يعني شبه تعتيم إعلامي عليها، مش متعمد قطعا، لكن دايما احنا يعني كانت العاصمة او القاهرة هي مصدر الابداع الاول، وتجربتي كانت في نقل موسيقى الجنوب المصري من خلال موسيقى جديدة خالص، يعني متعلقة موسيقيا بشكل احدث، بفكر في الكلمة ساعدني فيه شعراء كبار، يمكن ما فيش اكبر من كده، يعني من فؤاد حداد وصلاح جاهين وعبد الرحيم منصور ومجد نجيب سيد عجاب الابنودي، يعني واسماء كتيره يمكن انا ما تشرفتش ان انا غنيت ليها، لكن هم قيم مصريه عظيمه في الكلمه. اقدر اقول لك ان في اقلام شريفه كبيره وقفت مع تجربتنا دي، لانها كانت تجربه قطعا مختلفه، مختلفه 180 درجه، يعني يمكن دي قصتي مع الغنى. وبعدين كان في يعني مسانده شعبيه فعلا حقيقيه، لان احنا ما كناش بنكذب على حد، يعني كنا تجربتنا اللي احنا حبيناها واخلصنا ليها وبذلنا فيها مجهود اتقدمت للناس واعتبروا ان ده حالة جديدة ومنهج جديد ونفس جديد في الغناء المصري. رحلة محمد منير نقدر نقولها كانت شاقة. فضيفتك صعب في أول طريقة. الصعب انك مجرد انك تقدم جديد، يعني بين قوسين ان تغامر، مفيش اكتر صعوبه من انك تغامر وانك تراهن على شيء طالع من وجدانك ومن حسيسك ومن مجهودك ووليد احساسك بالشارع وشباب الشارع وبالناس، مساله ما كانتش سهله، يعني كانت محتاجه لوعي عشان لكلك مكانتك ويعني مصداقية عند رجل الشارع على الأقل وعند الشاب المصري. لا بس انت في أول ظهورك كنت محدش تقريبا خد النجومية اللي كانت عندك، كل الشباب وكل الشعب كان بيردد أغانيك. يمكن أقول لك يمكن سبب او جزء من السبب ده ان انا لما ابتديت اغني فعلا اتجندنا لمدة سنة في الجيش المصري، انا وعلي الحجار وعمر فتحي الله يرحمه، فيعني انا اعتقد ان الفترة دي غنينا لما لا يقل عن 500,000 شاب، ومية في المية مصريين، ومية في المية سنهم من 18 ل 30 سنة في الجيش بشكل عام، في مناطقنا الغربية والشرقية، في اي منطقة في مصر فيها معسكرات للجيش احنا غنينا. غنيت في سيدي براني قدام 7000 افارول لعساكر مصريين وجمال، وكل دول لما احنا خلصنا فتره التجنيد طلعوا معانا الشارع، فهم دول كانوا السند الحقيقي لينا. صبت صبت حبة حماس يبقى الحلم صورة وصورة، لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. محمد منير في بداياتك اتأثرت بمين؟ ما اقدرش ما اتأثرش بحد، يعني ما يعني اتأثرت من كل اللي بسمعه، خصوصا ان انا كنت بسمع ثقافه خاصه في الجنوب، وبسمع عبد الحليم حافظ وشاديه ونجاة وورده وفايزه وبحبهم. استفدت حاجه منهم؟ استفدت حاجة مهمة جدا، يعني ويا ريت ما تغيبش عن أي شاب في مصر، إنه يبص للتاريخ. مهم جدا إن مش عايز كذا ومش عايز كذا ومش عايز كذا، لكن في النهاية لازم تترك قيمة فنية.
استاذ محمد طموحك ايه بالنسبه للاغنيه المصريه؟ تحب توصل بيها لايه؟ ولا حاجه، احنا بس نخلص صناعه الاغنيه. اللي بيكتب يكتب كلام محترم عليه القيمه، عايز يهزر يهزر برضه ما فيش مانع. اللي بيغني فعلا موهوب يغني. يبقى حتى شعبنا عنده استعداد ان يسمع اذواق تانية في الغنى، ما يكونش في عرش واحد شكل واحد للمغنيين. يكون في عندنا مليون حاله نسمعها، نبذل مجهود كبير فيها، هنوصل لمرحله متقدمه. لكن مش هنبذل مجهود، هنفضل زي ما احنا. طب انت شايف ان الريتم دلوقتي بتاع المزيكا ابتدى ياخد الستايل الاهدى شويه من الاغاني التسقيف والشباب والحاجات دي، هل ده في صالح السمع؟ يعني ملهاش علاقه انها تكون اهدى او اسرع، المهم تقدم لي فن حلو. يعني بس انا ما بطالبش باكتر من كده. لا انا قصدي اقول ان دلوقتي الكمانجات خدت، او المزيكا بمعنى اصح ابتدت تهدى شويه غير العشر سنين اللي فاتت. غير يعني تقصد ان كان فيها ضجيج؟ يبقى ما كانش مزيكا. دي مش مزيكا، ده يعني ده عارف زي اللي ماشي في الشارع فسامع 700 كلاكس يمين وشمال ومش عارف ايه وايه، هو عايز يسمع بالطريقه دي. كل الكلاكسات شبه بعضها؟ بالظبط، هو عايز يسمع بالشكل ده. لكن لو هو بيسمع مزيكا كويسه مش هيعمل كلاكسات بالشكل ده. فده ذوق الراجل بتاع الكلاكس اللي في الشارع، ده ذوق الشاب اللي بيلعب بكلاكس اللي بيزعج. لكن اللي عنده احساس وجدان موسيقي عمره ما هيسمع السريع حلو، هيسمع البطيء حلو. ما فيش حاجه في المزيكا بطيء وسريع ويمين وشمال، مزيكا حلوه. اصدقك يا تبقى كذاب مع تروح. دايما بين في اغانيك كل الاغاني تقريبا بتغني لمصر معظمها، فانا عاوزك تتكلم في النقطه دي بالذات. لا اصلا دي نقطه ما يعني انا ما اقدرش اتكلم فيها، لان انا لما بحب حد ما بكونش محتاج لاشهار عن الحب ده. فانا هنا مش بحب حد، انا بحب وطن يعني. فانا ما بتعمدش ده، بس هي الكلمه دي الوطن كله بنختار بعضنا. ما اعرفش انا بلاقي نفسي في ان انا اغني وجع الناس، اغني حلم الناس، الاقي ابسطهم افرحهم اديهم بصيص من الامل، اتعايش مع احلامهم يعني. فيمكن ده كله بالنهايه بيتعشق بالوطن. لكن انا زي ما بقول لك ممدوح، انا ما يعني ما بتعمدش ده، انا ما بتعمدش ان انا كل يوم مصر امي امي مصر مصر امي، ما بقولش ده. لما بتحس حاجه بتقولها. مظبوط. يعني ليله سمره كانت مصر. قطعا مصر. تعالى ننظر اسامينا. مصر. نسمع منك حدوته مصريه، مصر شجر الليمون، مصر في عينيك غربة غرابه، مصر يعني حتى بالحظ وبالصدف قلبك ناشف الحدف مصر. ما فيش حاجه مش مصر. يعني انا اقول كده ان مصر جوه قلبك طول النهار. هل اي مطرب دلوقتي يقدر يمثل في السينما ويبقى كويس فيها؟ لا مش اي مطرب، زي مش اي ممثل، عارف يعني. يعني اكيد لازم يكون في قدر كبير من الموهبه والرغبه في ده. لكن عموما علاقه السينما بالغنى علاقه ازليه وقديمه، يعني ما فيهاش فيهاش غرابه، هتظل العلاقه دي مستمره يعني. يعني ما بترقص؟ اغاني ايه اللي بترقص؟ اللي احنا بنسمعها اليوم اللي فات ده. بترقص؟ لا. لا ما بترقص يعني. انا ما انا انا مش شايف ان ده رقص يعني. اصل الرقص ده ايه يعني؟ في مثل رتم هنا مستهلك في الاغنيه الشبابيه دايما، اللي هو المقسوم يعني. تك 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 تك. يعني انا بحبه بس هلكوه. هلكوه ب استنفذوه. استنفذوه. وانا ما اعتقدش ان هو فيه عبقريه في الرقص. ان الرقص ده هو الـ 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 النبض. يعني الرقص في العباده، حتى الناس الصوفيين بيرقصوا.
يعني الرقص ده شيء يعني فيه رجوله، الحرب فيها رقص، لكن لما الاقي راجل بيهز وسطه بطريقه كده مخنثه يعني ما بستشعرش برجوله فيه. بالعكس انا بحب الراجل لما برقص، لما يا سلام رقص كده فيه رجوله وفيه شهامه وفيه شموخ وفيه متعه. محمد منير، انت نجحت وانت مش شعر ناعم ولا جان ولا عينك خضراء وحاجات كده، ونجحت وبقيت النجم الاول في الجامعات. نعرف ده. انا لقيت قلت لا يعني ما يعني ان الله جميل يحب الناس الحلوه يعني. مضبوط ولا ده نجاح مؤكد؟ ده ما اعتمدتش على شكلك بمعنى اصح. ما لازم يعني بصيت كده، لازم ما اعتمدش على شكلي يعني، لازم اجيب حاجات تانية تخويني يعني. اختياراتي، موسيقتي، احتكاكي بموسيقات كتيرة، لكن ما اعتقدش اني اعتمدت على شكلي. بس هو ادى الحق لناس كتيرة من اللي طلعوا بعدي كلهم، انه على الاقل خدوا شرعيه انهم يقدروا يغنوا بقميص وبنطلون. بس يعني انا يعني مش شايف ان الشكل ده افاد الاخرين او افاد اكتر من كده. بس الاعلام دوره ايه مع المطربين؟ من حقنا برضو احيانا نعاتب الاعلام اذا 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 ما قدمناش المستوى اللائق في كل شيء، لان احنا مش شيء قليل يعني. يعني دي بلد كبيره وجامده، وما يصدر عنها هو راي مصر فعلا في الاغنيه وفي الفن، فلازم ما يصدر عنه يكون راينا الحقيقي، وفي نفس الوقت ندي نفتح شبابيك، ندي نفس لاي موهبه جديده ونصعبها حسب قدرتها. لكن ما اقدرش النهارده حد حاجه اكبر من حجمها. يعني انا النهارده لما اقول مثلا القناه الاولى او القناه الفضائيه او القناه الثانيه، الحاجات اللي بتركز على ملايين من البشر، انا لا اقدم فيها الا ما يشرفني انا كمصر، ويشرف وطن ويشرف ماضيه. والفن فيه مليون حاجه حلوه، فيه انعاش، فيه تسليه، فيه جد، فيه هزار، فيه مضمون. بس احنا علينا ان احنا نختار الجيد. الجديد اللي محمد منير بيقدمه لجمهوره المحب ايه السنه دي؟ انا ابتديت السنه بمجموعه اغاني جديده اسمها من اول لمسه. صدقني انا بذلت فيها مجهود كبير، تعبت، و فيها حالات جديده، فيها موسيقيين جدد، فيها روح جديده، يمكن نسمع النهارده اول مولود انا عملته فيه اسمه ليلى، دي اغنيه الموسيقي عمرو محمود، وهي موسيقى انا بعتبرها ان هي جديده. نرجو ان تكون حلقة النهارده عجبتكم.